هذا المصحف سنحميه بقلوبنا ودمائنا، وفوق رؤوسنا ننصبه تاجاً وفخراً، نسير به حاملين لافتات التضامن ونرفع أخرى في وجه مفتعلي الإساءات والاعتداءات. هي مخططات السويد التي روجت لفعل الاعتداء، تعثرت أمام الحشود الجماهيرية التي خرجت في الدول الإسلامية رفضاً للاعتداء المتكرر على الديانة الإسلامية ومقدساتها، شعارات متنوعة دعت إلى قطع العلاقات مع الحكومة السويدية التي شرعت باب الفوضى الدينية القاتلة خلال الإساءة الأولى التي لم تكن تبعاتها الرسمية في الدول الإسلامية بمستوى الإساءة نفسه، ما شجع المعتدي وداعميه على التمادي بفعل الإساءة وارتكابها للمرة الثانية، اعتداء ثان تفاوتت إزاءه ردود الفعل عربياً وإسلامياً، فيما كانت خطوة العراق الأكثر تقدماً لجهة طرد السفيرة السويدية. رمى المتطرف العراقي سلوان موميكا مجدداً صخرة مخاطبة الغرائز الطائفية في مياه الديانة الإسلامية الساكنة، خارقاً حدود المحاذير الدينية بمؤازرة عناد وإصرار السلطات السويدية على ممارسة فعل الإساءة لنسخة من المصحف الشريف. هو تكرار لاستفزاز شائن جعل من هامش المصادفة البريئة لحدوث الاعتداء ضيقاً للغاية. ومع فشل فعل الإساءة الأولى في إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، دخل فعل الإساءة الثاني في محاولة أخرى للدفع في الاتجاه نفسه، محاولات أثبتت وجود عدوان منظم هدفه ازدراء الأديان وخصوصاً الإسلام وصرف الأنظار عن المستفيد الأكبر، وهو كيان الاحتلال الغارق في أزمته الداخلية. جريمة الاعتداء على المقدسات الإسلامية لا تنفصل عن السياسة الغربية التي تتقن ممارسة ازدواجية المعايير. هو الغرب الذي يريد العالم على صورته ويتعامل بعنصرية مع الآخر ويستهدف مقدساته، وهو الغرب أيضاً الذي يعتبر انتقاد إسرائيل جريمة ومعاداة للسامية، فيما يكرس الكراهية ضد أمة بكاملها. إنا نحن نزلنا الذكر